مرحبا. الأوزاعي هو حي من أحياء بيروت الجنوبية، سمي بالأوزاعي لأنه بنى تم بناء هالحي حول مقام اسمه مقام الإمام الأوزاعي. الإمام الأوزاعي هو رجل دين القرن الثامن، أسس مذهب فقهي، ولد ببعلبك سنة 707، اسمه الكامل عبد الرحمن بن عمر بن يحمد الأوزاعي، لأبو الأوزاعي لأنه عائلته بتنتمي لقبيلة يمنية بنو الأوزع. الأوزاعي ولد بعائلة كتير فقيرة وكان يتيم، وتنقل هو أمه بين بعلبك، كركنوح، دمشق وبيروت، وعلى عمر كتير صغير فرجع عن شغف بالعلم وقرر يطبق مبدأ إسلامي اسمه الرحلة في طلب العلم، وتنقل بين مراكز العلم الرئيسية الموجودة بالقرن الثامن، يعني بين دمشق والبصرة والإدس والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ورجع على بيروت بالقرن الثامن كفقيه كمرجع شرعي وقضائي، وأسس زاوية أي مكان ليدرس الفقه بعد موجودة لهلأ على باب أسواق بيروت، زاوية الأوزاعي. وكانت شهرته كبيرة لدرجة أنه أطلق عليه لقب إمام الشام، وصاروا الخلفاء يطلبوا المشورة تبعه. هلأ الإمام الأوزاعي كمان ببيروت أسس قواعد لمذهب فقهي سني أخذ اسمه المذهب الأوزاعي، وطبق لفترة بالمنطقة وبالأندلس. لو بعده لهلا كان فيه بدل 4 مذاهب 5 مذاهب. الإمام الأوزاعي عاش بفترة فيها تقلبات سياسية ضخمة، اللي هي نهاية فترة الحكم الأموي سنة 750 وبداية فترة الحكم العباسي سنة 750، ونقلهم لقاعدة الحكم من دمشق للعراق بالأخص الكوفة ولاحقا بغداد. عملية هالنقل أثرت على المنطقة اللي صارت هون الأطراف، وعرفت أزمة اقتصادية ضخمة كتير أثرت بالأخص على الأرياف الزراعية بجبل لبنان. صار في حالة من الفوضى، وجربوا العباسية ليضبطوا هالفوضى يحددوا الملكيات الزراعية ويعلوا كتير الضرائب، واستفادوا البيزنطيين من هالفوضى لدعم تحرك بجبل لبنان ضد الحكم العباسي. هون بيتدخل عامل بعلبك، أي حاكم بعلبك العباسي صالح بن علي، اللي هو ابن عمه للمنصور الخليفة العباسي الثاني، وبيقمع بشكل كتير شديد هالحركة بالأخص اللي كانت بمنطقة جبة المنيطرة، وبقرر يشتت سكانها ويشيلهم ليخلص من هالتحرك هالتمرد على طريق رئيسية بين البقاع والساحل. تشكوا هالمسيحيين للإمام الأوزاعي على هالسياسة، وبيقوم الإمام الأوزاعي بيتدخل شخصيا وبيعمل رسالة بيبعتها لهالعامل ولا الخليفة العباسي، وبيقول لهم فيها بيذكرهم بشروط معاملة أهل الزمة اللي كانوا المجموعات المسيحية اليهودية ضمن الحكم الإسلامي، وبيقول لهم شغلتين برسالته: كيف تؤخذ عامة بعمل خاصة، وبيذكر كمان بوصية من الرسول خاصة بالمسيحيين واليهود: من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه. هيدا التدخل أدى لوقف القمع بأمر من الخليفة، وبكمان لإعادة السكان لمنطقتهم، وبهيدي الفترة كمان وقف التدخل البيزنطي بدعم الحركة بجبل لبنان. الإمام الأوزاعي هو كمان من أهم الشخصيات الدينية اللي خلت دراسات فقهية، بس ما بقي كتير منهم لهلا، وتوفى عن عمر 70 سنة ببيروت، ودفن بمنطقة كان اسمها حنتوس بجنوب بيروت، وبني مقام يعتبر من أقدم المباني الدينية الإسلامية من الفترة العباسية، وحواليه صار في الحي اللي اسمه هلا الأوزاعي. وهيك بنشوف إنه الإمام الأوزاعي هو من الشخصيات المحورية بالتاريخ اللبناني والبيروتي والعربي. اسمي شارل حايك، تابعوني على هيريتج اند روتس.